أغرب عندما يلتقي فيها النقيضان الرحمة والقسوة. رحمة سيدة عجوز تدعى سهير عبد العزيز بحيوانات اتخذتها رفيقة لها في حياتها بعد وفاة زوجها، وقسوة الأهل والجيران الذين لم يسألوا عنها إلا بعد انقضاء عامين على اختفائها، فاضطرت الشرطة لاقتحام شقتها بالحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر لتجدها هيكلا عظميا يركض إلى جوار هياكل حيواناته. هي ساكنة معنا هنا بقى بتاع 18 سنة، فهي باستمرار غياب، يعني تخرج من 3 أشهر 4 أشهر تيجي محدش بيعرف عنها حاجة خالص. إذا كانت مثلا بتيجي تقعد شوية وتاخد بعدها برضه تقعد سنة اتنين وبرضه بعد نفس الحال ده. بس هي دي كانت حياتها كلها. بقى لها سنين وهي بتربي القطط والكلاب، دول ولادي. كانت متجوزة سمير لينا. وبعدين لما توفى هي دايما بتربي قطط وكلاب وحاجات كده، وعايشة مع نفسها يعني لوحدها. فبقى لنا سنتين ما نعرفش عنها أي حاجة. حالة من الانطواء والعزلة سيطرت على السيدة العجوز قبل وفاتها. ظهر جليا من كمية الأقفال التي أغلقت بها على حياتها في آخر أدوار مسكنها بالدور الخامس، وكأنها كانت تمهد لإحكام الإغلاق على قبرها. مش حد لأخواتها ولا أي حد يسأل عليها ولا أي حد، عشان كده كانت مربية القطط والكلاب في الشقة عندها فوق. هي منطوية في حالها يعني، بس كده محدش يقدر يسأل، محدش يقدر يطلع الدور اللي هي فيه خالص. الناس دي بتنزل بحالها وتطلع في حالها، هي بعيدة عن الجيران خالص، هي نفسها بعيدة عن الجيران وعن أي حد، ما بتقدرش تخلي حد يختلط بيها. سيدة لم يسأل عن أحوالها أشقاؤها إلا بعد عامين ليطمئنوا عليها من خلال الأوراق الحكومية التي أثبتت أنها لم تصرف معاشها الشهري منذ عامين، فحقا قاسية هي الدنيا وقاسية أحوالها. حقا هو أمر غريب يثير شجونا عميقا في القلب لحال سيدة توفيت وبقت على حالها عامين كاملين دون أن يسأل عنها أحد، لكن في وقفتنا هذه لا نملك إلا أن ندعو لها بالرحمة قدر ما اهتمت وراعت حيواناتها. كمال ماضي الحيالي.